يونس ولا اخر سيدنا. ممكن عندي ورات ارض انا واخويا بقالي سنتين واستثمار، هل عليه زكاه؟ استثمار؟ نعم. يعني شارينه من اجل البيع والتجاره فيه؟ نعم. عليه زكاه. سيدي. بس ارض زراعه ولا مباني يا حبيبي؟ لا ما زراعه، جنب المباني بس هي زراعه يعني. يعني يتباع بكم القيراط تقريبا؟ حوالي 300,000. 300,000؟ لا عليه زكاة، زكاة الاستثمار 2.5%، يعني عليكم 7,500 جنيه، وترك لكم ربي 292,000. 7.5 للفقراء، ويا رجاء إليك ثواب لك، وما شاء الله لا قوة إلا بالله، 292,500 لكم. الله قال في كتابه الكريم: ولن يتركم أعمالكم، لا يسألكم أموالكم، إن يسألكم يحفكم تبخلوا، إن قال لكم ادفعوا أكثر من كده ما لن تدفعوا، فيها 2.5%. يعني سيدنا السنة 7,000 جنيه يعني؟ أي مش 300,000؟ أيوه. 100 2.5، يعني 97.5 لك و2.5 للفقراء. الله ظلمك كده ولا شيء خفيف؟ يعني الحمد لله، يعني رفيق بك ربي. سبحانه وبحمده. الحمد لله، خلاص بالله لا تبخل عن عباد الله الفقراء، عباد الله الفقراء. آه. المريض منهم الذي يئن من مرض الكبد، والجائع، والذي ليس له سقف يستر عليه، والذي عنده غسيل كلوي كل يوم، والذي لا يجد قوت يومه، والمقعد في البيت الكسيح والكسير، لا تنساهم. الله يكرمك. الله يحفظك. الله يبارك فيك. المسلمين. وإياكم. ربنا يرزقكم وإياكم الفردوس الأعلى يا رب. يا رب، آمين يا رب.